هل سمعت يوماً عن الذكاء الاصطناعي؟ هل تجد صعوبة في فهم هذا المصطلح؟ لكي تفهم ما هو الذكاء الاصطناعي، عليك معرفة 5 معلومات أساسية عنه. أولاً، هو عبارة عن مجموعة برمجيات وليس جهازاً كهربائي، ويهدف لتصميم آلة قادرة على تحقيق هدف معين بطريقة مشابهة للبشر أو تتعدى قدرة البشر أحياناً. ثانياً، يتشكل من مجموعة أهداف وقدرات مختلفة ليشمل القدرة على التعلم وتنظيم العلوم وفهمها، فهم الصوت وتحليل الصورة والفيديو والتعامل العاطفي والمجتمعي. ثالثاً، يعد البحث فيه قديم ومتشعب، بدأ البحث فيه منذ عام 1956 في ولاية نيو هامبشير في أمريكا. رابعاً، للذكاء الاصطناعي تطبيقات مهولة لم نرى منها إلا القليل، حيث ساهم البحث فيه بشكل كبير بتطوير أدوات مفيدة مثل تعلم الآلة ML، والتي بدورها ساهمت في تطبيقات في الطب والاقتصاد والكثير من المجالات الأخرى. خامساً، البيانات والقدرة الحاسوبية، حيث عاد هذا المجال بالسنوات الأخيرة إلى السطح بشكل قوي بسبب وفرة البيانات والتطور الكبير في القدرة الحاسوبية ورخصها.